السلام عليكم متابعي الشيخ الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة هذا المعطف هذا اللي كيجي بسكاي بدون ما تستعملوا الباترون. إذا هنا كيف ما كتشوفوا عندي توب ديال السكاي أو اللي كنسميوه الجلد، خديت منه نصف متر فقط، كيدير 50 درهم للمتر على حسب النوع. هذا النوع الجيد كيدير 50 درهم للمتر. وهنا خديت التوب ديال الكشمير ديال المونطويات، يعني كيكون سخون، خديت فيه متر ونصف فقط، هذا حتى هو كيدير 50 درهم. خديت متر ونصف، طاح عليا ب 15% كيف كنقولوا. وهنا خديت شويه من التوب ديال الجلد وغلفت به الازرار عند اللي كيبيعوا اللوازم الخياطه، راه تيكون عندهم داك الاله ديال تغليف الازرار، درهم الوحده، غلفت 8 ديال الازرار. اذا هنا غنبداو بتفصيل المونطو. اول حاجه غادي ناخذ التوب ديالنا، غادي نتنيوه على اثنان، غادي نتنيوه من الجهه ديال الطول كيف ما كتشوفوا. كناخذوا الحاشيه مثلا، هذه هي الحاشيه، وكنتنيوه على اثنان. وغادي نجيو هنا غادي نفصلوا الظهر هو الاول، هنا جيت من الاسفل كيف ما كتشوفوا، وغادي نفصل الظهر. غادي نحط القياس ديال الكتف عندي 19 سنتيم زائد سنتيم الخياطه هي 20، ودخلت ب 8 سنتيم ديال العنق. غادي ننزل ب 3 سنتيم ديال الكتف ونرسم الخط ديال الكتف. من الكتف غادي نزيد نطيح، غادي ننزل 12 سنتيم، يعني غندير الكتف طايح، كنزيد 12 سنتيم صافي. من داك التطيحه ديال الكتف غندير الدوره ديال الذراع، اولا اللي غتجينا بحال الشكل ديال التركيز. الدوره ديال الذراع درت فيها 20 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 21، وفي هذا الخط هذا ديال الدوره ديال الذراع غادي نحط القياس ديال الصدر، عندي 24 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 25، وكنرسم النقطه ديالي. وهنا غادي نحط الطول ديال الحزام. اول حاجه عندي في طول الحزام 42، وغادي نحط العرض الحزام هو 23 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 24. هاد الطي هادي الطي الام صافي. وغادي نسير بخط بهذا الشكل هذا حتى لذاك النقطه ديال الدوره ديال الذراع. هنا ما بينش الخط، ولكن من بعد غنعاود نرسمه لكم مزيان، ما انتبهتش ان الخط ما كيبانش. هنا غادي نحط الطول ديال المونطو ديالي، درت فيه 90 سنتيم. بطبيعه الحال هنا فيه الزياده ديال العطفه، 4 سنتيم ديال العطفه، يعني درت فيه 86 زائد 4 سنتيم ديال العطفه هي 90 سنتيم. وغادي نحط العرض ديال المونطو من الاسفل اولا العرض ديال الجلايل، هنا غادي ندير فيه 30 سنتيم. صافي. وغادي نسير بخط ما بين النقطه ديال الحزام للنقطه ديال الجلايل. كناخذوا المسطره، الاحسن تاخذوا مسطره كبيره باش يجيكم الخط مقاد، وكنطراسيو الخط ديالنا، وغادي نطلعو من الجوانب 2 سنتيم باش ما يجيوناش الجوانب ديال المعطف طايحين. صافي، هنا غنعاود نطراسي لكم، غننزل ب 2 سنتيم ديال العنق، وغادي نعاود نطراسي لكم الشكل ديال الفصاله باش يبان لكم. هنا كيف ما كتشوفوا حطيت القياس ديال الكتف هانتوما، ودخلت ب 8 سنتيم ديال العنق، ونزلت من الكتف ب 3 سنتيم، وطيحت الكتف ب 12 سنتيم، وحطيت الدوره ديال الذراع ديالي زائد سنتيم ديال الخياطه، وحطيت القياس ديال الصدر والقياس ديال الحزام، ونزلت بهذا الخط هذا، صلت بيناتهم كيجي الخط بحال هذا الشكل هذا صافي. وكملت الفصاله ديالي لان الطباشير ما كانش واضح، فحاولت نشرح لكم. دابا غادي نقطع الظهر ديالي، وبه غادي ندوزو نفصلو الامام. هنا كيف ما كتشوفوا كنحاول نبرك على المقص لانه التوب غليظ فما قطعوش ليا، والاحسن يكون عندكم داك المقص ديال الحديد، انا عاد كومونديتو غادي يوصلني ان شاء الله ونشاركو معكم. صافي، دابا دزنا الجهه المفتوحه، الجهه ديال الامام، وحطينا هنا كيف ما كتشوفوا حطينا الظهر ديالنا، وخلينا 10 سنتيم زياده فيها 6 سنتيم ديال الكرواسي، و4 سنتيم زياده ديال الكول اللي غادي يكون الكول طيور. هنا نزلت رسمت هاد 10 سنتيم كامل على الطول ديال المعطف،
وجيت حيدت هنا 6 سنتيم، طراسيتها حتى هي على الطول ديال المعطف كيف ما كتشوفوا. هنا البنات ما كنتش منتبه الكاميرا انها مشدش تشوب كامل، صافي كنرسموا الخط ديال 6 سنتيم ديال الكروازي كامل على الطول ديال المعطف. وغادي نجيو للعنق، غادي ننزلو هنا، نزلنا في العنق ديال الخلف 2 سنتيم، دابا غادي ننزلو ب 8 سنتيم. كنطراسيو المعطف ديالنا من الجوانب باش نكملو الخدمة ديالنا بكل سهولة. ها انتما كيف ما كتشوفو بعد ما طراسينا، صافي غادي ننزل من العنق ب 8 سنتيم. نزلنا في الاول ب 2 سنتيم، غادي نزيدو نزلو ب 6 سنتيم صافي، وغادي نرسمو الكول ديالنا. هنا كنجيو في داك 8 سنتيم ديال الكول، كنجيو كننزلو من النقطة ديال الذراع أو من النقطة ديال التركيز، من تحت التركيز أو من تحت النقطة ديال الصدر بثلاثة سنتيم، باش كنحددو البلاصة اللي غيكون فيها الصدفة ديال الكول، يعني فين غيتفتح لينا الكول كيفما كتشوفو. هذا الخط ديال الصدر نزلت بثلاثة سنتيم، وغادي نطراسي الخط اللي غيكون فيه الكول، والفوق في داك العنق 8 سنتيم زدت داك 4 سنتيم اللي بقات لينا في التوب، وغادي نرسم خط بهذا الشكل هذا، كنلاقيه مع داك 6 سنتيم ديال الازرار، يعني داك 4 سنتيم اللي بقات لينا في داك 10 سنتيم كنزيدوها غير في الكول الفوق. ها انتما كيف ما كتشوفوا عندنا 6 سنتيم ديال الازرار، بقات لينا 4 سنتيم من الفوق كنزيدوها في الكول ديالنا، وكنهبطوا بهذا الخط هذا. نتمنى الطريقه تكون واضحه ان شاء الله، ولا ما كانتش واضحه غنعاود لكم في الدرس، في الدروس ديال الخياطه غنعاود لكم الطريقه ديال هاد تفصيل هاد الكول طيور بدون باترون. صافي دابا غادي نقطع، هانتوما كيف ما كتشوفوا كنخليو غير داك 6 سنتيم وداك 4 سنتيم اللي يعني كان عندنا في العرض ديال الكول 10 سنتيم، 6 سنتيم ديال خليناها ديال الكروازي، وفي الكول زدنا داك 4 سنتيم باش يجينا الكول عريض صافي، وكنخليو في الاسفل ديال المونطو غير 6 سنتيم ديال الازرار يعني ديال الكروازي. هنا البنات كيف ما شفتوا انا درت في المعطف متر ونصف فقط، علاش؟ لانني غندير في الاكمام التوب ديال الجلد. نتوما الا كنتو غادي ديروا المعطف كامل يعني بتوب واحد، فانتوما غادي تحتاجوا المترين ديال التوب. صافي كنقطعوا، غادي ندوزو باش نفصلوا التبطين اللي غيجينا في الكول ديال الامام. كناخذوا التوب اللي بقى لينا، هانتوما كتشوفوا الكول كيفاش كيجي، كناخذوا التوب اللي بقى لينا كنتنيو على اثنان، وكنجيبوا الكول بهذا الشكل هذا، وكنحطوه يعني القطعه ديال الامام، وكنطراسيو الكول ديالنا، كندخلو في الكتف بواحد 5 سنتيم هانتوما كيف ما كتشوفوا، وكننزلو على العنق كنطراسيو، وكنهبطو من الامام على الطول ديال المعطف كامل. ومن الاسفل كندخلو بواحد 10 سنتيم العرض ديال هاد التبطين هذا، ممكن ديروا حتى 12 سنتيم نتوما كيبقى لكم الاختيار، ولكن الاحسن ديروهم يعني من 10 الفوق باش يجيكم ما باينش منين يكون محلول المونطو. صافي كنبقاو طالعين بنفس القياس 10 سنتيم حتى للفوق، هنا ملي كنقربوا للكول كيف ما كتشوفوا الدوره ديال الكول كنرسموا هكا بخط مائل، كنربطوا ما بين داك الطول ديال هاد التبطين هذا مع الخط ديال الكتف،
صافي وغادي نقطعوه. دابا غادي ندوزو لتفصيل الاكمام. هنا كيف ما كتشوفوا تنيت الثوب ديال الجلد على 4، تنيتو على 2 من بعد تنيتو على 4، وغادي نجيب القطعه ديال الامام اولا الظهر وحده فيهم. كناخذ لكم بهذا الشكل هذا، كنطراسي العرض ديال الدوره ديال الذراع. وبالنسبه للطول فاحنا كنقصوا من الطول ديال الكم، مثلا عندكم في الطول ديال الكم 60 سنتيم، كتحيدوا داك 12 سنتيم اللي درتو ديال التسطيح ديال الكتف، والباقي كديروه في الكم، زائد سنتيم ديال العطفه ديال الكم من الاسفل، وزائد 2 سنتيم ديال الطول ديال الكم لان انا غنديروا فيه الخيط المطاطي. هنا غادي نحطوا العرض ديال الكم، العرض الكم اللي عندكم غتزيدوا عليه واحد 4 سنتيم ديال الخيط المطاطي. صافي، وكنسيرو بخط ما بين النقطه الفوقانيه والعرض ديالكم من الاسفل. من بعد غادي ناخذ واحد القطعه بهذا الشكل هذا متنيه على 2، غنفصلوا بها الكول الفوقاني. غادي ناخذ الدوره ديال العنق ديال الخلف، عندي فيها 9 سنتيم، زائد الدوره ديال العنق ديال الامام. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نخليو داك الكول وغادي نحسبوا فقط الدوره ديال العنق، عندي فيها 14 سنتيم يمكن ما عقلتش. هنا غادي نحط في الجهه المسدوده القياس ديال العنق ديال الخلف، وفي هذه الجهه هذه اللي موراها غادي نحط العنق ديال الامام كيف ما كتشوفوا، ونزيدو سنتيم ديال الخياطه. هنا غادي نحطو العرض ديال الكول، حطيت فيه هنايا 10 سنتيم، وغادي نجي من الجهه ديال الامام ونحط نفس القياس، ومن الجهه ديال الامام غنطلع بواحد سنتيم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نرسم الخط، غيجيني العنق ديال الخلف هابط شي شويه كنطراسيه، كيجي بحال هذا الشكل هذا، يعني بدون ما تحتاجوا للباترون حتى شي حاجه. صافي غادي نقطع، وهذا الكول هذا مازال غنفصل منه قطعه اخرى، يعني بحال الشكل ديال التبطين ديالو بنفس الطريقه، كنحطوا هذه القطعه هذه على ثوب اخر وكنطراسيو. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها بحال هكا، كيجي الجهه ديال العنق ديال الخلف شويه عريضه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الخياطه. اول حاجه في طريقه ديال الخياطه هي غادي نجمعوا الكتفين، كنجيبوا الظهر كنحطوا الوجه ديالو مع الوجه ديال الامام، وكنخيطوا الكتفين على بعد سنتيم. من بعد كنخيطوا حتى الكتف الثاني، غادي نركبوا الكم ديالنا، كنفتحوا البياسه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنجيبوا الكم كنحددوا المنتصف ديالو، واخا هو كم ما فيش الدوره ديال التركيز، ولكن كنحددوا المنتصف ديالو باش الا كان شي زياده في الكم كتبقى لينا في الجوانب متساويه. وردوا البال واحد الحاجه، راه حتى السكاي كيكون كيتمدد، حاولوا انكم ما تجبدوهش. صافي دابا غادي نجمعوا البياسه ديالنا من الجوانب. هنا راني نسيت ما درتش الخيط المطاطي لكم قبل ما نجمعوا، ماشي مشكل، من بعد راني رجعت فتحته، ولكن نتوما قبل ما تجمعوا البياسه ديالكم حتى تفينيوا لكم، يعني ديروا الخيط المطاطي عاد جمعوا البياسه.
صافي هنايا غادي ننزل من داك النقطه ديال الذراع ب 20 سنتيم ونحدد واحد النقطه صافي. كنثبت الغرزه تما وكنخلي 14 سنتيم من الفتحه ديال الجيب لانني غندير الجيب الجانبي ما عنديش شي جيب يعني اخر غندير جيب عادي. نتوما كيبقى لكم الاختيار في الجيوب ونخلي لكم الرابط ديال انواع الجيوب كامله في اول تعليق صافي. وكنكمل الخياطه ديالي من بعد غادي ندوزو للكول كيف ما كتشوفوا هذا اخر كول فصلنا غادي نخيطوه بهذا الشكل هذا من الجوانب. كنخليو داك الجهه اللي مايله هي اللي غتركب لينا على الدوره ديال العنق وكنخيطوه من الجوانب ومن الفوق الجهه المستقيمه على بعد سنتيم. ها انتما كيف ما شفتوا صافي غادي نقلبوه. هنا ضروري نحيدوا هاد القنيته هذه باش ما يجيناش الكول يعني كيجي داك القنيته كتجي لي عامره بالثوب كيف ما كتشوفوا صافي. هذا هو الكول ديالنا غادي ندوزو باش نخيطوا التبطين ديال الكول ديال الامام. كنحددوا داك العرض ديال الكول انتما كنحسبوا داك العرض ديال الكول اللي كنا درنا فيه تقريبا 10 سنتيم 6 سنتيم زائد 4 سنتيم ديال العرض ديال الكول صافي. وكنخيطوا على بعد سنتيم كنبقاو هابطين بالخياطه. هنا راه حطينا الوجه ديال التبطين على الوجه ديال البياسه باش تكونوا عارفين. كنبقاو هابطين بالخياطه حتى الاسفل حتى كنوصلوا كنقربوا يعني باش نساليوا الخياطه ديالنا وكنخليو واحد 4 سنتيم ديال العطفه وكنقلبوا بهذا الشكل هذا. كنخيطوا فقط التبطين ديالنا وكنحبسوا باش منين كنقلبوه كيجينا مفيني وكتجينا ساهله نخيطوا العطفه كتجينا مقاده. هنا غادي نديروا واحد الفتقه بالمقص باش نحددوا هذا الكول ديالنا ها هو وغادي نقلبوه للداخل نفس الطريقه كنديروا الكول من الجهه الثانيه التبطين عفوا من الجهه الثانيه. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نركبوا الكول ديالنا. كنجيبوه هو هذا كنحددوا المنتصف ديالو وكنحددوا المنتصف ديال العنق ديال الخلف. كنجيبوا الكول ديالنا قطعه واحده منه كنلصقوها مع الكول بهذا الشكل هذا وكنثبتوها وكنجيبوا الطرف ديال الكول كنركبوه مع الكول ديال الامام كيف ما كتشوفوا فقط جهه واحده كنثبتوه بالدبابيس هكا وكنخيطوا الكول ديالنا كيف ما كتشوفوا فقط من يعني قطعه واحده في القطعه الفوقانيه كنفينيو بها من بعد. كنبقاو غاديين بالخياطه حتى للطرف الاخر من الامام. الطريقه هذه جد سهله هانتوما كي كتشوفوا كيفاش كيجي الكول ديالنا. دابا غادي نفينيوه كيف ما كتشوفوا كناخذوا قطعه ديال التبطين وكناخذوا الكول ديالنا القطعه الفوقانيه وكنخيطوهم بهذا الشكل هذا. هانتوما كي كتشوفوا ما كيجوش ملاقيين مع الكول الاول اللي خيطنا صافي. كنخليهم بهذا الشكل هذا وكنجيو العنق ديال الخلف وكنفينيوه بهذه القطعه الفوقانيه اللي سبق لينا ما خيطناش في الاول كانت 2 سنتيم للداخل وكنعاودوا الخياطه على الحرف ديال التوب. بهذا الشكل هذا والتبطين ديالنا راه كنديروا له لافيزلين اللي كيجي يعني كيلصق على جوج جهات. هنا داك الخياطه داك القطعه ديال الكتف ديال التبطين كنخيطوها مع الكتف ديال البياسه. هنا كيف ما كتشوفوا كناخذوا الكم ديالنا المنتصف ديال الدوره ديال الكم هو اللي كنديروا خيط مطاطي من بعد كنفتحوا الكم ديالنا من الداخل كنطلعوا باربعه د الاصابع تما فين غادي نديرو الخيط المطاطي وكنبقاو نجبدو حتى للجهه الثانيه. هنا انا درت خيط مطاطي ابيض لان كانش عندي متوفر اللون الاسود ولكن نتوما من الاحسن ديروا اللون الاسود باش تجيكم البياسه ديالكم نقيه ما يبانش فيها هكا داك الخيط المطاطي في الابيض. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي الكم ديالنا غادي نجمعو وغادي ندوز ندير العطفه ديال الكم كانت 2 سنتيم.
هنا التوب ديال الجلد ما درتلوش السورجي لانه اصلا ما كي يعني ما كيتسلش. غادي ندوزو باش نديرو العطفه للمعطف من الاسفل، كيف ما كتشوفوا كتجينا ساهله داك الثانيه ديال العطفه. وغادي ندوز نخيط الجيوب، ما شاركتهمش معكم لانني سبق لي ودرتهم باش ما يجيش الفيديو طويل، نخليهم لكم في اول تعليق. صافي غادي نركب الازرار ديالي وغادي ندير فتحه ديال الازرار حتى هي بنفس الطريقه اللي كنت شاركت معكم، نخليها لكم في اول تعليق بالنسبه للناس الجداد. وغادي ندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال المعطف ديالنا كيفاش كيجي. صافي من بعد ما كنساليه وهكا كيجي الشكل ديال المعطف ديالنا من بعد ما درت له الازرار والجيوب ودرت له هذا الحزام. هذا الحزام ما مغلفش البنات، فقط داك خديت داك البزيم ديال الحزام ولصقت فيه الحزام ديالي. راه كيتباع واجدين بحال هكا بلا ما تحتاجوا تغلفوهم. هنا كيف ما كتشوفوا من الظهر درت واحد جوج بانسات في الظهر باش يجيني المونطوم طراسي، حتى الطريقه ديال البانسه نخليها لكم في اول تعليق. هكا كيجي كيف ما كتشوفوا. غنفتحوا الازرار، كنديروا ثلاثه الازرار من واحد الجهه وثلاثه الازرار من الجهه الثانيه من الفوق. هكا كيجي مفتوح، كيجي الشكل ديالو زويون. ولا بغيتو ديرو السميطه وتخليوه كذلك مفتوح كيجي الشكل ديالو زوين. خلو لي التعليقات ديالكم كيفاش جاكم يعني التصميم اللي درت، وغادي نخليه لكم يعني مطلوق تشوفوا كيفاش كيجي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.